لزميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. يا كيمو مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا زميلي امير، برحب بيك في البدايه ودايما متالق كده يا امير. حبيبي يا كيمو، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طمنا يا كريم على الفريق النهارده ومران النادي الاهلي عقب العوده من الاجازه بتاعه امبارح وعقب مباراه المصريه للاتصالات، الامور ماشيه ازاي؟ عايزينك تطمن كالعاده كل جمهور النادي الاهلي. يمكن 24 ساعه التقاط انفاس بسيط بعد الراحه اللي يمكن فرضها كابتن محمد يوسف فرحان بعمل مدير الكره ومستر باتريس بعد المباراه، طبعا اللي كان فيها استفادات كثيره جدا على المستوى الفني والمستوى البدني والاطمئنان بشكل كبير على كل اللعيبه اللي كانت راجعه من الاصابه. لعيبه كتير جدا زي ما انت قلت يا امير كنا محتاجين ان احنا نشوفها في احتكاك المباريات، هيبقى في شكوى بعد المباراه لان كان في مجهود كبير وكان في احتكاكات قويه من فريق الاتصالات، لكن الحمد لله يمكن من سؤالنا للكابتن محمد يوسف بعد المباراه اللي احنا استفدنا بشكل كبير، اطمنا على كل اللعيبه وخاصه اللعيبه العايدين من الاصابه، هو ضربه كبيره. يمكن انت ذكرت كمان اللعيبه كان ليهم تاثير كبير خلال المباريات الماضيه ان هم يكونوا معانا، لكن الحمد لله النهارده كمان يمكن في حمل بدني شايفينه من مستر مايكل اندمان التدريب النهارده كله بدني يا امير، النهارده مفيش حاجه للكوره خالص شايفينها، النهارده 45 دقيقه او 50 دقيقه كمان كلها متوزعه على كنترول الكوره، كلها تدريبات ضغط وبطن وحاجات كلها خاصه برفع معدلات اللياقه البدنيه. طبعا. الامور يمكن بالنسبه لتدريب النادي الاهلي كان قبل ما ينطلق التدريب كان في محاضره مطوله لمستر باتريس والكابتن محمد يوسف والتركيز والتركيز الكبير والدافع الكبير ان شاء الله في المباراه القادمه والتحذير المستمر لمستر باتريس لعيبه النادي الاهلي بالتعامل مع الجمهور اللي هناك، الجمهور هيبقى متحمس بشكل كبير داخل المستطيل الاخضر بلغه الكره يا امير. احنا يمكن الحمد لله موفقين بالنسبه للمباراه الاولانيه كنا ممكن نحرز هدف 3-4 لكن يمكن خارج المستطيل الاخضر هي دي الامور اللي بيحصل منها مستر باتريس، بعض المضايقات بعض الامور الخاصه بجمهور نادي وخاصه الصيف، لكن خبره لعبتنا الكبيره ان شاء الله يكونوا مركزين بشكل كبير في المباراه، يكونوا مركزين بشكل كبير في كل التدريبات حتى يوم السفر. عايز اقول لك كمان يمكن عوده اللاعبين الدوليين وعوده لاعبين كمان للمنتخب الاولمبي النهارده بالنسبه لي قل التدريب، لكن يمكن كان في تجنيد ليهم كده من التدريب بشكل كامل، زي ما بقول لك النهارده كان حمل بدني كبير، فكل اللعيبه اللي راجعه من المنتخب الاولمبي وايضا كمان منتخب الفريق الاول المنتخب الاول طبعا النهارده يمكن بعض التدريبات الخفيفه بعض الاصابات، لكن زي ما بقول لك اللعيبه كلها جاهزه، الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه لتدريبات النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره زي ما بنقول لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني باذن الله ان احنا نصعد ليها المباراه النهائيه من الجزائر باذن الله ان شاء الله. طب كريم، في بعض المصابين انت طمنتنا عليهم بشكل كبير جدا وده الاهم، لكن كان في احمد علاء اعتقد اتصاب خلال الفتره اللي فاتت، وكان في كمان محمد نجيب، تطورات الحاله بالنسبه لهم اخبارها ايه؟ وكمان اجاي لان احنا سامعين ان التحسن مستمر. بالضبط، لو ببدا معاك احمد علاء، يمكن احمد علاء اشتكى من كدمه خلف الركبه النهارده، يمكن شايفين يمكن لابس ثلاث النهارده مش لابس جزمه الكوره النهارده، سالنا طبيب النادي الاهلي خالد محمود قال يمكن احمد علاء هيستمر لمده تأهيل لمده اسبوع على يعني يعود للتدريبات الجماعيه، هي كدمه يمكن مش قويه شويه لكن اكيد في حرص ان هو طبعا يكون جاهز خلال الفتره القادمه. كمان محمد نجيب النهارده شفناه مع اخصائي التاهيل طارق عبد العزيز النهارده، يمكن محمد شغال في الكوره النهارده، يمكن شفنا بيتدرب بالكوره ودي مراحل متقدمه جدا بالنسبه لمحمد نجيب. محمد نجيب برده لسه قدامه وقت، لكن واضح ان هو خلال الايام القادمه او خلال الاسبوع القادم هيكون ليه تدريبات بالكره بسيطه مع التدريبات الجماعيه، مش هيبقى فيه جرعه تدريبيه كبيره. جونيور اجي كمان حالته يمكن بتتحسن بشكل كبير، وايضا كمان كان خالد محمود طبيب النادي الاهلي اشاد بتنفيذه المثالي للبرنامج التاهيلي الموضوع ليه، ايضا كمان جونيور كان مسافر متواجد في نيجيريا مع اسرته كان بيطبق البرنامج الموضوع ليه بشكل مميز جدا وبشكل رائع جدا، وده اللي مساعده ان هو يكون في المرحله دي وفي الحاله دي يعني خلينا نقدر نقول مش فتره كبيره هتكون مع جونيور اجي ان هو يعود للتدريبات الجماعيه كلها يمكن اسابيع او اكثر من اسبوع بالنسبه للاعبين اللي خلاص على وشك ان هي تعود للتدريبات الجماعيه، بجانب طبعا علي معلول اللي لسه قدامه شويه، طبعا انت عارف علي معلول عضله الضم هتاخد وقت طبعا تاخد وقت لكن الحمد لله يمكن نقدر نقول بالشكل العام لعيبتنا المصابه رجعت، العدد المصاب دلوقتي بسيط عن العدد الكبير اللي كان متواجد خلال الفتره الماضيه. نتمنى امير كمان ان احنا بنقول ان ما يبقاش في اي اصابات خلال التدريبات القادمه، عندنا لسه تدريبين في ملعب الصيف اللي هيستقبل المباراه ملعب 8 مايو، انت عارف ان جيل الصناعي بيكون محدد ان هو في تدريبتين، بنتمنى ان شاء الله ما يبقاش في اي اصابات حتى موعد المباراه باذن الله. طيب كريم، طبعا انت اكيد هتكون متواجد مع بعثه النادي الاهلي كالعاده هناك في الجزائر عشان تنقل لنا كل كبيره وصغيره زي ما احنا متعودين منك دايما ودايما متالق بصراحه في كل رحلات النادي الاهلي، فعايزين نعرف من خلالك البرنامج الخاص ببعثه النادي الاهلي او بفريق النادي الاهلي بدايه من النهارده حتى موعد السفر ان شاء الله يوم الاحد.
يمكن النهارده طبعا زي ما احنا عارفين كان التدريب في الساعه 4 عصرا، غدا هيتغير الموعد خالص الساعه 9 صباحا هيكون تدريب النادي الاهلي، يوم الجمعه يوم السبت ايضا هيكون فيها الساعه 9 صباحا تدريب النادي الاهلي، وايضا تنطلق ان شاء الله بعثه النادي الاهلي من القاهره الى الجزائر في صباح يوم الاحد 21 فيها الساعه 9 صباحا. تمام. مجرد الوصول يمكن الرحله هتستغرق 4 ساعات، مجرد الوصول هيكون في تحديد طبعا ليه ميعاد المباراه هيكون هو ميعاد تدريب النادي الاهلي أكيد. الاول على ملعب 8 مايو واليوم التالي طبعا يوم 22 هيكون ايضا كمان على ملعب 8 مايو ليستقبل المباراه. كابتن سمير عدلي المدير الاداري هيكون طبعا في استقبال النادي الاهلي، هيسافر بكره صباحا لترتيب كافه الامور الخاصه به للتدريب السفاره كل الامور ان شاء الله تكون مهيئه يا امير باذن الله لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه ان شاء الله. كريم بشكرك شكرا جزيلا طبعا زميلنا العزيز وصديقي العزيز كريم احمد مدام رئيس القناه النادي الاهلي، قال لنا كل الامور الخاصه باستعدادات النادي الاهلي للمواجهه المرتقبه المقبله امام فريق افاق سطيف.